وعايز اقول لك قبل ما ندخل بقى معاك في الحوار ونتكلم ونسالك وكده، عايز اقول لك ان انت نموذج للي احنا كنا بنتكلم عليه انا ونهاوند في الجزء الاولاني من حلقتنا النهارده، فكره ان احنا عندنا ابطال في كتير من الاحيان بالقدر الاقل من الامكانيات بيعرفوا يعملوا شغل. انا ليه بقول لك الكلام ده وانت بصفه خاصه؟ لان انت كمان في الفتره الاخيره انتشرت لك مجموعه فيديوهات وانت بتتمرن على سطح البيت، والحقيقه في ناس كتيره جدا جدا اشادت بده وباصرارك وكفاحك اللي وصلك في نهايه المطاف ان انت طالب سنه ثانيه ثانوي، انت عندك ثانويه عامه جايه السنه الجايه ان شاء الله صح كده، محقق 3 ميداليات في بطوله عالم لرفع اثقال. فاولا مبروك، وثانيا انت نموذج مشرف، وثالثا عايزين نعرف بقى منك بدايه رحلتك مع رفع الاثقال جت امتى وازاي؟ يا بدايتي كانت من 5 سنين، وبدايتي كانت في رفع اثقال اللعبه دي بالذات لان كانت عيلتي كانت بتمارس الرياضه دي، فهم اللي خلوني العبها وحببوني فيها. ومع الوقت طبعا دخلت المعسكر، وكان الموضوع مهم جدا بالنسبه لي، ده كان حلم الصغير ان انا ابقى في المنتخب المصري. بعد كده طبعا لعبت بطوله العالم باليونان، كانت اول مشاركه ليا دوليه، فكان الموضوع صعب بالنسبه لي اول مشاركه تكون بطوله عالم. طبعا حاجه تخض لوحدها دي اكيد طبعا، وكمان تحت 20 سنه فما كانش سني. اوكي، فالحمد لله قدرت احقق فيها 2 فضة. وبعديها بشهر بالظبط لعبت بطولة عام في المكسيك تحت 17 سنة، ودي كانت سني، فكنتش عايز اسيب المرحلة دي غير لما اسيب فيها علامة ليا انا. هايل. طب محمود احنا عايزين نمشي معاك خطوة خطوة. مبدئيا انت ابتديت كان عندك تحديدا كام سنة، وابتديت اول بطولة كان عندك كام سنة وحققت فيها ايه؟ يعني خلينا نبدأ من الرحلة من اولها عشان برضو الناس تبقى متابعة. يا اول انا ابتديت من وانا عندي 12 سنة، اول بطوله كان عندي 13 سنه، كانت بطوله الجمهوريه. يعني ابتدى وبعدها بسنه؟ لا طب ده ازاي برضو صعبه دي؟ ما هو الموضوع كان صعب بس الحمد لله كنت كويس شويه. فلعبت بطوله الجمهوريه تحت 15 سنه، كان لسه عندي 13، فجبت ثالث جمهوريه. حلو. وفي نفس السنه برضو كان في بطوله ثانيه وجبت برضو ثالث، بعد كده كنت بجيب اول. عظيم ما شاء الله عليك. بس على فكره انت بتقول ابتديت وانت عندك 12 سنه، في اولياء امور واهالي ممكن يبقوا عندهم اولاد في نفس السن ده بس عندهم انطباع خاطئ بان الرياضه دي لا تصلح للمرحله العمريه دي، وان العظم مش عارف لسه لم يكتمل ايه ونموه ايه، فانت فسر لنا الحكايه دي، هل غلط ان واحد يبتدي رياضه زي رفع الاثقال في سن مبكره بالشكل ده؟ لا مالهاش علاقه على فكره بالطول او كده، لان انا برضو كنت خايف بس بقى جيت ابص للابطال وكده، لا في ناس كتير طوال جدا بيلعبوا رفع اثقال وما فيش مشكله. انا بتكلم على الطول، انا بتكلم على السن الصغير. لا السن مالوش علاقه برضو، ده بالعكس، ده طول ما انا ببدا بدري بتبقى الفرصه بالنسبه لي احسن ان انا ابقى كويس فيها، لما طول ما السن يبقى صغير بتبقى الفرصه اكبر. فالموضوع بيبقى احسن. لكن يعني مفيش اي مخاطر صحيه على 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 طفل في السن ده يلعب رياضه بالشكل ده مش كده؟ طبعا هو المفروض برضو يبقى معاه طبعا مدربه، لازم يكون فاهم، ما ياخدش حاجات في الوقت ده، يحاول على قدر الامكان يتمرن بمجهوده بس في الفتره دي، ان هو لسه صغير على الكلام ده كله. الاحمال كمان علشان ما يحصلش اي اصابات، هو لازم يكون مدرب فاهم طبعا عشان يعرف يحقق معاه انجازات. انت انضميت للمشروع القومي للموهبه في الاثقال ده 2020 صح كده؟ طيب قدمت ازاي وبرده تم اختيارك ازاي؟ خلينا نعرف اكتر عن المشروع ده. انا كنت في الاول بلعب في نادي الكهرباء، فلما سمعت ناس كتير اتكلمت على موضوع المشروع والمشرف عليه يعني سياده الوزير وسياده الرئيس، فكان الموضوع كويس وناس كتير شجعتني ان انا ابقى في المشروع، فحبيت الموضوع وقدمت وكده، وطبعا واتقبلت، ان انا كنت ساعتها برضو حصل على 3 جمهورية مرتين، فكان الموضوع اسهل شويه. وطبعا لما دخلت في المشروع كان الموضوع احسن. يعني بيقدم ايه المشروع برضو عشان الناس تبقى عارفه؟ طبعا الماديات ومعنويات كان ككل حاجه، كان كل حاجه متاحه في المشروع. يعني بيبقى فيه دعم مادي، بيبقى فيه اهتمام، بيبقى فيه متابعه، بيبقى فيه مدربين، ده يعني لازم الموضوع ده ويصب في الاخر في فكره مشروع الابطال المستقبليين، فدي حاجه حلوه قوي على فكره.